ترامب يقرر زيادة شعبيته من خلال التواجد في أحد البرامج الإماراتية. أول تعليق لرامز جلال على حلقة نبيل عبيد في رامز مجنون رسمي. سيد عبد الحفيظ يواجه الثعبان والكابوريا في رامز مجنون رسمي. أزمة بسبب ظهوره في البرنامج. معلومات عن ضحية رامز مجنون رسمي. وائل جمعة يعلق على ظهور سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب رامز جلال ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للفنان المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. ترامب يقرر زيادة شعبيته من خلال التواجد في أحد البرامج الإماراتية. على الرغم من تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة حقيقية في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، إلا أن الرئيس الأمريكي يعتقد أنه منعزل تماما عن الشعب الأمريكي، وذلك بعدما قرر الابتعاد عنهم وعدم الاعتراف بوجود أي أزمة، وذلك من خلال تواجده في الإمارات لعمل مقابلة صحفية قديمة. ولكن مكتب الرئاسة الأمريكي والسفارة الأمريكية علمت من أحد مصادرها أن البرنامج الإماراتي كان برنامج أروج جودة، وهي حالياً المذيعة التي تعمل مع رامز جلال في رامز مجنون رسمي، وهو ما يؤكد هروب الرئيس الأمريكي من البرنامج بسبب هذا الأمر. سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي، لم أتعمد إثارة جمهور الزمالك. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه لم يتعمد إثارة جماهير الزمالك من خلال التصريحات الإعلامية التي يدلي بها. وردا على سؤال من الذي ليس له بديل في الأهلي، رد عبد الحفيظ خلال تواجده ببرنامج المقالب رامز مجنون رسمي على قناة MBC مصر جمهور الأهلي اللي ملوش بديل. وأشار عبد الحفيظ إلى أن صالح جمعة أكثر اللاعبين الذين تم معاقبتهم في الفريق، وأنه أكثر هيفرح فيه بعد مشاهدته في البرنامج. وأكد عبد الحفيظ رضا مسؤولي النادي الأهلي عن جميع الصفقات التي قام بها مؤخرا، مشيدا بتألق العديد من اللاعبين المعارين. وائل جمعة يعلق على ظهور سيد عبد الحفيظ في رامز مجنون رسمي. علق وائل جمعة مدافع الأهلي السابق على ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء في برنامج رامز مجنون رسمي، قائلا أنه لم يرى في الأمر أي إهانة. وكتب جمعة عبر حسابه بموقع تويتر: أول مرة أتفرج على برنامج رامز وشفت حلقة كابتن سيد عبد الحفيظ، للأمانة مش شايف فيها إهانة. وأضاف: سيد طلع كبني آدم طبيعي، حقه أن يمارس حياته الطبيعية، بس واضح أن سيد مزعل ناس كتير شايلين منه، حتى ردوده فيها احترام لكل الناس. وكان عبد الحفيظ قد قال خلال البرنامج إنه لم يتعمد إثارة جماهير الزمالك من خلال التصريحات الإعلامية التي يدلي بها. وردا على سؤال من الذي ليس له بديل في الأهلي، ورد عبد الحفيظ: جمهور الأهلي اللي ملوش بديل. وأشار عبد الحفيظ إلى أن صالح جمعة أكثر اللاعبين الذين تمت معاقبتهم في الفريق، وأنه أكثر هيفرح فيه بعد مشاهدته في البرنامج. وأكد عبد الحفيظ رضا مسؤولي النادي عن جميع الصفقات التي قام بها مؤخرا، مشيدا بتألق العديد من اللاعبين المعارين. يذاع برنامج رامز مجنون رسمي يوميا في رمضان على قناة MBC مصر الساعة 6:30 عقب أذان المغرب، ويعاد الساعة 1 صباحا. هاني حتحوت: حلوة يا رامز. علق الإعلامي هاني حتحوت على كلام رامز جلال لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي خلال حلقة رامز مجنون رسمي، عندما قال له: أروى إيه اللي أنت عارفها؟ أنت آخرك تعرف هاني حتحوت. فعلق هاني حتحوت من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: حلوة يا رامز. وحل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ضيفا على الفنان رامز جلال عبر برنامجه رامز مجنون رسمي مساء اليوم، ويشهد برنامج رامز مجنون رسمي في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي. ويعرض برنامج رامز مجنون رسمي على MBC مصر يوميا خلال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد على الساعة 1 بعد منتصف الليل. 5 مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيل عبيد برامز مجنون رسمي.
استضاف الفنان رامز جلال النجمة نبيلة عبيد في الحلقة 24 ببرنامج المقالب رامز مجنون رسمي على فضائية MBC مصر، وشهدت الحلقة العديد من الاختلافات والمشاهد التي تحدث لأول مرة نرصدها لكم كما يلي. الفستان، ظهرت الفنانة القديرة مرتدية فستانا مزينا برسومات وأشكال منها عصافير وبلابل فوق الركبة، على خلاف بقية الضيوف السابقين الذين ارتدوا بنطلونا لطبيعة المقلب، إذ يتم إبلاغهم قبل البرنامج بضرورة ارتداء بنطلون بحجة أن البرنامج يتضمن فقرات رياضية. وقالت نبيلة عبيد: ألولي ما تلبسوش فستان قصير. وعلق رامز على إطلالتها قائلة: فستان تريكو ده ولا كورشيه، وعلى حقيبتها بأنها أهلوية نسبة إلى لونها الأحمر. اضطرت نبيلة عبيد إلى وضع شال على ساقيها بمساعدة أروى فريق إعداد البرنامج لأن الفستان قصير وغير مريح. لم تعرف ياسمين صبري وفي فقرة عرض الثلاثة صور لمعرفة رأيها أبدت إعجابا في أول صورة بلاعب ليفربول المصري محمد صلاح عند عرض بوستره، لكنها لم تعرف الفنانة ياسمين صبري عند عرض صورتها قائلا: مين دي؟ لترد أروى: ياسمين صبري. وبعدها تم قص التعليق: وقفة رامز. توقف رامز عن البرنامج لدقائق ليعرض تسجيلا صوتيا يقول فيه: أنا خفت لما شفت الرعب في عينيها، ولكن تراجعت، وبعد ما ضحكت رجعت في كلامي وقلت هكمل، دي فرصة. إلغاء الفقرات، ألغى رامز فقرتي الثعبان والسقوط في بركة المياه، وأمسك بنبيل عبيد على مكان السقوط ليعبر إلى الجهة الأخرى وهي السلم لإنهاء المقلب. ياسمين صبري غاضبة من رامز جلال بعد بث حلقتها من رامز مجنون رسمي. قالت الفنانة المصرية ياسمين صبري انها غضبت من مواطنها الفنان رامز جلال مقدم برنامج المقالب رامز مجنون رسمي الذي يعرض يوميا عبر شاشة MBC مصر بسبب اجتزاء العديد من تصريحاتها بشان علاقتها بزوجها رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة عقب استضافتها باحدى الحلقات. واكدت ياسمين صبري في مقابلة مصورة مع موقع اليوم السابع ان اجتزاء رامز جلال للكثير من تصريحاتها جعلها مادة للسخرية بين جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبينة أنها تعرضت لانتقادات بسببه وهذا ما أغضبها منه. وكشفت ياسمين صبري عن التصريحات الحقيقية التي أطلقتها بحق زوجها خلال الحلقة، فقالت إنها عندما سئلت بتحب إيه في أحمد، جدعنته ولا وسمته، فأجابت بحب فيه كل حاجة. وتابعت ياسمين صبري قائلة: كانت إجابتي كاملة، فقلت إنه شخص ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية، حتى قلت إنه من وجهة نظري إنه سيد الرجالة، ونتمرن سويا في الجيم، وهناك الكثير من الأمور المشتركة بيننا، مردفة أن الإجابة التي عرضت في الحلقة كانت مجتزئة. وأكدت الفنانة المصرية أنها صدمت بشدة من تصريحاتها المجتزئة وأنها لم تجد تفسيرا حتى الآن لهذا الأمر، متابعة: تفاجأت بما تم عرضه، وإيه الفكرة إن إجابتي تتقاس وتتاخد دي، بس وبعدين قلت وبضحكني حتى الواو اتشالت وضايقتني، وأنا ما كنتش أتوقع كده من رامز أبدا، لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى. وتدور فكرة المقلب حول استدعاء ضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علبه ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض، ويظهر رامز جلال الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية ويبدأ محاولات استفزازية تنتهي بالسقوط في بركة مياه حتى يخرجه منها ويذهب إلى الطابق العلوي، فيضطر الضيف إلى صعود الدرج وسط حالة فزع وبكاء. أبرز تصريحات أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي. وقع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ضحية الفنان رامز جلال في حلقة اليوم السبت من برنامج رامز مجنون رسمي المذاع على قناة MBC مصر. وكشف أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك لأول مرة عن معلومات تخص حياته الشخصية خلال الإجابات التي أدلى بها. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هي أفضل حلقة في برنامج رامز مجنون رسمي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.